تبعوا السماعات اقتصاديا وسوف تبقى. ولما رحلت كتبت على حائطي رحلت الثريا وبقي الشعاع. انا اعتبرها من التراث اللامادي المغربي، سوف تبقى استاذه الاجيال بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للطلبه والتلاميذ اللي تيدرسوا الدراما والمسرح. لما تراها ترى فيها فنانه، ولكن ترى فيها اختك وامك، يعني سيده مغربيه طبيعيه بلا زواق بلا مساحيق بلا بوتوكس. الله تيبغيها واخذها لجواره وهي كامله الصوره، وهي هذيك الصوره الكامله اللي غنبقاو نشوفوا فيها الى ابد الابد. الله يرحمها، انا اعزي المغاربه كاملين، الاسره ديالها الكبيره والصغيره، وانا لله وانا اليه راجعون. الله يرحم جد، الله يرحم توري جبران، الله يرحمه. وجد جد خدت معاهم 1974 1974 خدت معاهم وتتبغيني. لا شي خدم معاهم 74 كنت نعاون معاهم ورا 74 ورا 74 خدت مع التفازه هي تتبغيني و هي تتغبن تنقلب على الجيلان قال جيبوا الجيلان خدم معايا واحد الوقت 1974 ماشي نخدم معاك كنت معاهم بر معاهم تنعاونوا معاهم تنتعلم واحد الوقت 74 تنعلموا هذا هو هذا. والله يرحمها مسكين وهي تتبغيني هي تتبغيني بزاف تنبغيني بزاف هذا. الله يرحمها مسكين الله يرحمها هذا هو الحال. ولا كنا كورونا علاش ما خدمناش كنا كورونا قال طاح قال صلى الله عليه وسلم اش قال تحاموا تزحموا قال تدخل مع الزحام رحم كورونا قال تدخل مع الزحام قال تحاموا تزحموا هذا هو الدليل. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.